للمزيد من التفاصيل بينضمنا على الهاتف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. برحب بحضرتك يا دكتور، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ ياسمين، ومساء الخير للسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. طبعا حضرتك أكيد يعني متابع الجدل واللغط اللي مثار من امبارح وحتى هذه اللحظة من بدء إثارة الصور والفيديو. عايزة أعرف يعني رد فعل حضرتك والمعلومات اللي عندك حول الصور. أستاذ ياسمين، حضرتك والعالم كله والمصريين جميعا شايفين الهمة والنشاط والدور اللي بتلعبه وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار من افتتاحات واكتشافات، والعالم كله بيتكلم على وزارة الآثار والآثار في مصر. لازم يطلعوا أعداء، لازم يطلع حد يحاول جاهدا إنه يبوظ فرحتنا وفخرنا الاكتشافات اللي احنا بنعملها. فبعد اكتشاف سقارة اللي فات، حد عمل فبركة للثلاث أهرامات وعمل عليهم علم لأحد الدول الشقيقة، والكلام ده كله كان متفبرك تماما. ايه اللي حصل امبارح ده؟ اللي حصل امبارح ده مقطع من فيديو، والكل شاف المنظر ده، وبمجرد ما طلعوا لغايه فوق واحنا بنتكلم على فيديو. طب السؤال للناس اللي سمعوا وللناس اللي شافت الفيديو، طب ليه توقف الفيديو فوق وكان فيه صوره بس؟ طب وليه المنظر اللي احنا شايفينه بدون دخول في تفاصيل باصص ناحيه هرم خفرع، وهرم خفرع يقع من هو الحقيقة يعني أنا يمكن ما شفتش الفيديو دكتور، بس هو أعتقد أن اليوتيوب شاله، لأن أنا وفقا للمعلومات اللي عندي حول محتوى الفيديو أنه ما ينفعش يفضل على اليوتيوب، يعني ما يفضلش موجود على اليوتيوب وفقا يعني شالوا منه الأجزاء اللي هي منافية للأداب يعني. لا هو في كان بس منظر، بس مش هندخل في تفاصيل. لكن انا برضو للناس اللي شافت على اليوتيوب، الناس اللي عقبت وتمادت في الكلام والتعقيبات اللي مش لذيذه، هوضح نقطه واحنا على الهواء اهو. لما اقول ان الراجل واللي معاه باصين ناحيه هرم خفرع، هرم خفرع يقع في الناحيه الغربيه من هرم خوفو. لما يبقى باصص للمنظر ده وفي وقت شروق الشمس والشمس طالعه تقريبا من ناحيه المغرب، فالعمليه واضحه تماما انه فيها حاجه مش مظبوطه. الحاجه الثانيه، معالي الوزير الدكتور خالد العناني حول الموضوع برمته للنيابه العامه. نمره ثلاثه، ودي المهم، انه شرطه السياحه والاثار مع وجود الامن العام وزاره الداخليه بيقوموا باخلاء المنطقه بالكامل على الساعه 4:30 ل 5 بتنتهي اي وجود لاي حد زائر سواء كان مصري او اجنبي في المنطقه. ما هي دي بقى السؤال هنا يا دكتور، وحضرتك اسمح لي. طبعا انا كنت سعيده ان انا اتشرفت قبل كده باني استضفت حضرتك، وعارفه قد ايه حضرتك صريح وعندك سعه صدر للاسئله. فبس في ناس بتقول ان ممكن في اي مكان وفي اي جهه عمل بيكون في بعض الاشخاص الفاسدين، فهل من الممكن انه يكون اي شخص فاسد؟ لان الواقعه دي الحقيقه مش المره الاولى، وكانت برضو قبل كده كانت فبركه. فعايزين نعرف هل من الممكن يكون في بعض الاشخاص اللي ربما ان هم يكونوا بيسهلوا هذا نوع من الإجراءات؟ يعني أنا ما أعتقدش قوي، لأنه لو كان شخص فاسد فدي هتبقى منظومة كاملة. إحنا بنتكلم على إيه؟ واحد، أمن عام حوالين المنطقة، اثنين شرطة السياحة وآثار، ثلاثة غفر، أربعة أفراد أمن، خمسة مفتشين آثار. هل ممكن الكل ده يتفق على الفساد مرة واحدة؟ ما أعتقدش. الحاجة الثانية، عشان تطلع الهرم بالشكل ده من الناحية اللي المفروض عادة كان زمان قوي بينطلع من الناحية الجنوبية الشرقية، منظر الفيديو ده بالشكل ده ناحية أحد الفنادق الخمس نجوم، إحنا بنتكلم من الناحية الشمالية الغربية، والعملية دي في منتهى الصعوبة إنه حد يقدر يطلع الهرم الأكبر من الناحية الشمالية الغربية طبقا لما هو موجود على الفيديو اللي أنا شفت جزء منه. بنتكلم على حاجة تانية، بنتكلم محدش شافهم هم وطالعين، كمان محدش شافهم هم ونازلين. طب هو وطالع، طالع بالليل، هل معقولة طالع بالليل من غير كشافات؟ احنا بنتكلم على ارتفاع 136 متر، 137 متر في اصل 146 متر، الباقي الجزء الخشبي اللي فوق، عمليه في منتهى الصعوبه. ولو طلع بالليل، هل كمان لو في نزوله، لان المنظر كان في المنظر الاباحي كان في يعني في نقول في شروق الشمس حاجه في النهار كده، طب ولما هينزل في النهار محدش برضه هيشوفه سواء كان من الزاويه الناحيه الجنوبيه. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه يا دكتور، انا بستاذنك، انا طبعا زي ما قلت لحضرتك انا ما شفتش الفيديو، بس يعني بعض زمايلنا اللي قالوا لي ان هم يعني شافوه بحكم طبعا الشغل وان هم لازم يتابعوا اخر الاخبار، بيقولوا لي ان هو كان بيتسلق
وان هو الموضوع بالنسبه للي شاف ما حسش قوي فكره ان هو مفبرك، خاصه ان المصور ده بيقولوا ان هو عمل نفس المشاهد او نفس مساله التسلق في اماكن شهيره ومزارات شهيره في مختلف انحاء العالم مش بس في مصر. فايه الاجراءات اللي حضراتكم ممكن انكم برضو تتبعوها دلوقتي، غير مساله طبعا انكم، وانا هسال حضرتك اذا كان في بيان يعني تم اصداره او هيتم اصداره للجهات العالميه، لكن في حاله واذا كان في شخص فاسد، ده مش معناه يا فندم من المنظومه فاسده ابدا، لان شخص فاسد ده في اي جهه مهنيه في اي مكان في مصر أو في العالم كله. ففي هذه الحالة إيه اللي بيتم اتخاذه وزي ممكن تقدروا توصلوا لهذا الشخص الفاسد اللي ربما حتى يكون بيساعد على مسألة الفبركة؟ واحد، الموضوع اتحول برمته إلى النيابة العامة. السيد النائب العام هيتولى الموضوع ده تماما، هنشوف القصة. واحد، هل فعلا الشخص ده المصور ده جه، هيبتدي يسأل الجوازات إن فعلا الشخصية دي جت على حسب ما بيقول او حسب ما تداول بعض المواقع، اذا كان دخل مصر من الاساس اصلا. بالظبط كده. فده اخر نوفمبر، بيقول اخر نوفمبر 18، احنا بنتكلم حاجه من اقل من 10 ايام. دي واحد. نمره اثنين، انا اتاكد تماما هيروح الفيديو لناس متخصصه بالسي دي اللي هيروح للنائب العام عشان نتاكد تماما ايه القصه اللي حصلت دي، ثم بعدها نشوف اذا كان في حد تسبب في تسهيل المأموريه اللي حصلت دي او اتاحه الناس انهم يطلعوا او. فالمهم بس خلينا نتاكد من الاول، هل فعلا من خلال الجوازات هل الراجل ده جه فعلا ولا لا؟ هل الراجل كان مقيم فعلا في مصر ولا ما حصلش؟ ولا ما جاش من اساسه؟ والسيد النائب العام هيتولى الموضوع ده تماما، وانا هطلع الميديا الاعلام كله على نتائج التحقيقات ان شاء الله بعد الانتهاء لما حولنا احنا الموضوع بالكامل للنيابه العامه. لكن يا دكتور حتى هذه اللحظه ما فيش حاجه تم اصدارها للجهات العالميه مش لينا، يعني بعض المواقع العالميه اللي تداولت هذه المساله ما فيش حاجه مخصصه تم اصدارها ليهم. لغايه لما نتاكد بس القصه تبقى شكلها ازاي، ثم نبتدي نخاطبهم. واستغل الفرصه دلوقتي معاك يا استاذه ياسمين. انا كنت لسه هسال حضرتك لو في جديد قول لي يا دكتور. لا ما انا هقول لك، انا هستغل الفرصه واحنا على الهوا اهو. انا وتوقعي برضه هتحصل حاجه بعد 10 ايام او 15 يوم، لازم تطلع فيها فبركه، لازم يبقى فيها عكننه. ما هو زي ما في ناس مع النجاح. طب انا عندي ثانيتين، انا عندي ثانيتين بالظبط. في كشف ان شاء الله يوم السبت القادم، وارجو انك تبعتي القناه. هنتابع مع حضرتك باذن الله، هنتابع مع حضرتك. جميله جدا. انا بعتذر، انا يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار.